والله عايز تروح فين؟ قول لي كده في السريع. ودي نوبا على حسب ما حسب ما الزومه تقفل. ودي وانا كده كده كنت نازل ملتا، اروح ملتا وخلاص. ودي نوبا 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 نوبا. بقول لك في اتنين في باراشوت، استنى ادوسهم. استنى انزل. والله رجال بس شفت ازاي بعده اخاف. اوعى خلي البيت، خلي البيت، خلي البيت، خلي البيت، خلي البيت. ما فيهاش انت. لا يابا لا يابا. دخلني البيت، نزلنا صح. ممكن ندخل البيت. تعبوا في ايه؟ تعبوا بتنطط صح. اهو بيعلف البوينتات حلو. طيب طب ما تيجي نوكك. طب ما تيجي نوكك انا كمان. طب تعالى يلا اركب في البيت ده. طيب معانا ايه؟ اركب في البيت ده. اركب. ايه ده؟ مين ده؟ سحبه في ايه؟ طب يا غالي بعد كده لما تيجي تبايك ما دمجنا. بس سحبه في ايه؟ انت لوحدك بس. انا حاجه من الطياره. انت لوحده يا اسطى. خلي بالك. طيب خليني جنبك. خليني جنبك انت. خليني جنبك. ايوه كان زماننا بس. كان زماننا اصلا مش عدينا بقى. كان زماننا يا ابني. احنا كان في عربيه كتير وقعت من قدامنا اصلا واحنا بنجري ورا العيال. التقطيع ده عربيه جايه من قدامك بالظبط. بالظبط اهي. لوت لوت لوت. ما اعرفش انا سامع السبت الباقي ده. ايه ده؟ ايه ده؟ عسل ده. عسل ده. عسل ده. ايه ده؟ خد يا اسطى. خد يا اسطى. راح فين يا اسطى؟ الواد معاه سلاح ولا ايه؟ استلمه من عندك يا غنيه. اه استلمه من عندك. اه غنيه. لك من الشباك. نط من الشباك. انا شباك. طلع فوق عندك. انا باخد فريستاي. ها عندي في الاوضه. نط تحت. ايه ده؟ اه ده ورا ال عندي انا. هو الدم شوية. انا هم ما يعرفوش ان السكول كان فيها ناس. طيب ولا ايه الدنيا؟ من ساعة ما جيت من الامتحان. ليه؟ ساعة ما جيت من الامتحان اللي فات وما كنتش نايم اصلا قبل الامتحان. كنا ساعتها بنلعب ولعبنا قبل ما قبل كنا بنلعب لايف 6 ساعات وتعبت بعد الامتحان بعد ما خلصت. الحق كده. ايه ده؟ ده انا سرقت كلايه. ايه ده؟ بوق ده مؤاخذه. انا افتكرته بلاير. يعني مفيش بلاير زينا اغنى؟ لا مقفله خالص؟ اه. امال ايه؟ كان في ضرب كتير كده. انت ما كان ايه ضرب؟ ايه ده؟ اوه لنا جدع. يلا بنشوف لنا بالشاي كده. طب انا عايز اتاكد بقى ده حوار كامل ولا انا كنت بتقول ليه بس. ايش ماشي كنت صاحبه ده هيجي السر. العيال ما ايه يا ابني روبن اللي ماشي علينا فيه ده؟ هوب اول جيم ام كي كده يا بوي. انا في هلمت يقول لك تعالى انا ليش. لا لا معايا الميس دي سليم. طب هنا ده اي كي ام كامل متكامل والتاني ده معاه بكيسي. يعني ماكس سنايبر هنا لو عايز. لا ده بوت ده مالكش دعوه. ايوه عايزكوا تركنوا. ايوه هيتركنوا خلصانه بس كده. بس برنس يا عمرو ان انت وقفت غلط.
برنس. بص بقى هات العربيه كده نسخنها، عشان انا دلوقتي حالا هتعدي من واحد لحد 15، انا اوك لك اتنين تاخد العربيه وتبش لوحدك، وانا هكون عنصر الكبر بتاعك وما تخافش. هتعيش يا عمرو. الكلام ده هتعيش يا عمرو، ما تخافش. عارفك انت بتحب تبش، ما تحبش انت تلعب لعبه الفرافير بتاعك. ما عماله بتزنزن. بلاش انت ايه ده؟ لا ما انا ما كنتش الحلقه عماله 3 سكوادات، 4 5 سكوادات. ايه ده؟ ايه ده؟ رميت لاعب دي ولا ايه ده؟ يا لهوي يا سعد، سعد في 3 الرندر يا بايظه على السباكه يا ابو عمو. تعالى احنا معانا سكواد في البيت. ها انا هطلع سطح تاني، تصدق فوق واد لاقي كام. لا ما تخافش ما تخافش، متكسره بتيسر على عمرو اجمد. ياسر مايكل بيجاس انت بوت بائس، انت بوت بائس، انت جاي يا عمرو. ماشي هو انا بدل ما اخلص الطلقه على السكواد اللي جوه بضرب بوتات من بره، هو انا بروح اقلب ما فوق يا عمرو. فوق واحد معايا كلمة الراجل معوش سلاح. معلش يا حبيبي عم فارس، حبيبي عم فارس اخويا، اخويا عم فارس، حبيبي عم زعيم، اخواتي اخواتي بالله. في واحد يا سعد فوق انت شايفه من ظهره. ايه ده؟ انا مات يا ابني. جبته؟ راحك فوق ولا عم؟ تمام انا بس اللي موت اللي برا دي. انا مش مستوعب. طب ليه الغل جاي؟ بلاير جالك يا عمرو، كان في بلاير هنا ورا البتاع دي اربع لينين. انا بقول بنجا واحد اثنين ثلاثة. اجمد يا عمرو، بيروت اجمد ده. اجمد يا عمرو تاني ما ماتش ما فانا عمرو في السلاح. لا لا جوه جوه اثنين ما يلا بقى. الادب ما لحقتكش والله يا عمار، كان في واحد ماسك مسدس كان مخوفني والله. عادي عادي كان مؤاخذة. هما يا هما سيفن خلص اصلا وكان معاه شوت جان، بس انا مسيت عليه شوتين الشوت جان يعني. ده اصلا نزل اختفوا. ثانية يلا غالي بص تعالى 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 طالما انا اجيب اكشن وصل خلاص. يلا اكشن وصل. انا سيء انا سيء يا عمرو، انا سيء. ايه سيء؟ لا 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 تعالى دايما كمبر. انا مش عارف والله انا بتجاب منين. مرخير يعني. طب بندا يا غنوة انا مش عارف. ايه عايز ايه يابا؟ انا شايف ان دي تعديله. ايه العيال عماله تعديله؟ ايه وانا في حد جنبي اسود ده نار اسود خزانات. انا كمان ترجع من ورا عادي. فنش وحط امك تفنش. مين اللي عندك ابو ام 7 ده؟ يا عم العيال هنا هي يابا عند البتاع، والعيال محشوره والعيال محشوره وطلق الوزي خلص. لا مش انا. تعالى 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 ارمي لي حاجه بسرعه. ده في حد عدى لسه ما اخته. ارمي لي بسرعه، ارمي لي ارمي لي. تعالى ورايا تعالى ورايا تعالى ورايا. بص بص هقول لك حاجه. تعالى تعالى ورايا هوريك هتعمل ايه. تعالى انا بقى عشان حد دخل من هناك. تعالى ورايا تعالى ورايا تعالى ورايا تعالى ورايا. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. خايف انا مش خايف انا مش خايف. تعالى ما تخافش تعالى. شفتهم انت ليه الادب؟ انت لو خليه الادب مش عملت كده. هذا السكواد الثاني. طب انشغل بقى انت وصاحبك هيلو. بديله طلقه خدت بالك؟ عم دي منا احنا كده اتحشرنا. ولا اي سنه في ناس وراك يابا يعني يابا. ماشي انا زنقها.
اسرع لما حد يجي دول اولدد هلوتين ايه خلاصوا بس العن اول بنج يا اخي بنج يعرف اقسم بالله بنج مقرف بنج صعب قوي الواد اتنوج بعد ثاني بعد ساعتين بعد ما انا دمجته ساعتين تعالى غنوه ما تخافش تعالى طب لا انا ما خايف مين قال لك انا خايف تعالى بس استنى تعالى تعالى بس تعالى امشي طيب ايه ده في احنا دخلنا في عندنا السودان ولا ايه مال في ايه ده شايف انا فين يابا فوق معايا كده فوق معايا انت مستعجل ليه عشان انا عايز لو طول ما انا سخنان كده هطلع مستوى حلو ابقى بطه بلدي واخد التوسون انام مش هبقى فيها لا انت كده عامل شبه الحصان انت كده مش دي حاجه حلوه حاجه حلوه لا دي مش حاجه حلوه بس ماشي بيقول لك فيها حاجه حلوه دلوقتي انا في الذروه هيبقى نجوك الصبح يا غالي الف سلامة سلامة بنك اتكلم وغني وطلع كل المواهب اللي عندك دلوقتي عشان هتبقى مخنف في كمان يومين ايوه خد يلا النوك فينش دي ادي النوك وادي الفينش لا لا خلي صاحبك يبيك بقى صاحبك جدع لا في ناس محشوره هنا هم كلهم مزنوقين بس مش حد بيبقى ساكت الدنيا سالكه معاه الواد محشور حشره وحشه وعامة دي سردايه فاهم؟ حد شمالي ها؟ قد ايه؟ قلت طويل اديني ظهرك حاول يطلع اسألك قلت ايه؟ بقول لك ما تيجي نخطف الواد ده من انهي طالعه؟ من انهي طالعه؟ سألت يا اخي غالي سولو عندي هنا طلع بيطلع السألة انا عايز اشارك عايز اشارك استنى انا رايح اروح من ناحيه الميه اروح من ناحيه الميه ها يا لهوي على الضحك اتنين نك ولا تلاتة نك روح اسمعني سمعان قلت يا بوي يا حلاوة الديفي اوكي ده لسه في ناس ولا ايه؟ لا ده مش بتاع ده اول هانجر؟ اول واحد لا اول اللي بتاع التلات شكل قدامي طب استنى طب ما تقول لا جات لي خلاص يبقى لغايه دلوقتي استنى هشد تعالى ننجزه خايف وافق يا فزاع يلا بيعدي من عندي بيعدي من عندي عندي هنا ده ما تخلوش يقلب ده بيقلب في البيت بتعمل عربية عايز كده لا ده ورا السور استنى اتقلت سمعت لو اتش بي لو ركزت لحظة واحدة بس ان انا هاجيلك من وراك فايتك كنت تعمل ايه يا باندا ازيك وازاي لو انت ليه انت بتتخطف بس كده وعايز تنام قول يلا مش عارف انا يلا على التقطيع طب ايه الوت ولا هموت لا تعال
وانت ابو ابو انتم برشلينة يا جدعان. يا عم بتعملوا ايه؟ وين يا ابو ده؟ تعالى 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 برون يلا يلا. يلا وعدا. بتلم ده جنب ده. حلو ده. ده جميل. فين بقى يا معايا المكي؟ كنت اوريكم لقطة جامدة والله. لا عشان ما خدتش بالك بس والله حاجة. انهي صخر انهي خشب ايه؟ اه شفت اه لعبت لما خشت على طول. طب السكواد ده اللي كان فيه سكواد هناك طيب ده تبع ايه ده ولا فيه؟ بص وراك كده. خايف لسه في حد ورايا صدق. بس انا بقول بدل الاله ده كله. لا بس كده. والاله اللي كانت ورايا دي راحت فين؟ ممكن يكون اخدها بالجيب من فوق الجبل. وهم؟ لا في واحد جنب النحلة لسه جنب الكشف. عاش جميل. بتيوم تشاين ويت حلو. جميل. اه بصوا دي كلاتي. كلاتي هتيجوا تسرقوها. احنا كده بنعمل غلط مع بعض. انا جيب بوت انت لا يلا اليمين يا بابا ولا اي اه تصدق لجلك انت بس هسقف فاهم.